ابني دائما حايل انا وينه بس نسمع كلمة جايب ولا شفنا شيء وي ها بعدين كريم وشو له تسجل اني صار طبختي مثل طبخة الرجال يو هذا جاي يصف حسابات الرجال اي صف حسابات ايش عندك البس 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 احمر احمر اي والله احمر عين يا ابو مقعد من كلمة مجموع الساعات اللي نمتها يا ابو مقعد كم تقريبا من قبل امس الله يجلدك كل 6 ساعات ما شاء الله عليك انت تشتغل بالطاقه الشمسيه انت شو وضعك بعد حين نوم للحاجه ولا الحاجه ريحتني بالنوم سرحان ذيبه ذيبه تدري المذكه طول العمر بس نيب لا والله بالنت الا والله وحتى لو نمت النوم وش فيه يا هو اللي ساعي وسويعي لا ساعي وسويعي لا خذ شفك من يقول شلافيح الابطال عين تبي نومه شلافيح وشو البيت وشو يا رجال ما عليك من سوالف الشعر لا تذكر خل مني تهويله مشاعر يحب الملح ويزيد لكن الكلام الصحيح من زان نومه زان يومه هذا الكلام نوم وروق مو شبعه لا الشبع زين الشبعه اللي مو مبالغ فيها تدري شو ودك اي ودك تسافر برا وتجي الديره اللي انت وصلتها تدري متى متى الساعه 8 ليه قل لي ليه تستاجر فندق ايوه عقب يا طول العمر تضبطك التروشه اللي تنفرط تعب اي وتنام من متى؟ من الساعة 8 إلى فندق 7 نجوم 10 نجوم ليوم أبي سدر أبي سدر أيوة في 7 نجوم محمد هلا في فندق 7 نجوم ها؟ بو فندق 7 نجوم لا 7 نجوم أنت بي ولا لا؟ أنا بي ودي يعني يقال له 7 نجوم يا أخي ودى فندق 3 نجوم بيعتبره 7 نجوم هم فندق نجمة الأربع كان يسكن فيه قانون شفت الشيء يقولون حطان من نجمة الأربع جاي مو من نجمة هذه بسيط اسمع وتنام فهمت عبد الله وانت ما تبي لك بس ما تبي لك اسمع ايوه تنام من الساعة 8 9 10 11 12 1 2 3 تقوم الساعة 3 طيب مو بتقول النوم ما يصلح لازم ساعتين خلاص طيب هذا وقت نوم خلاص سوق الهبل علي انت ولا شغل لا ايوه انت متى بتنام؟ تنام بس انه وقت نوم لكن لما تنام تخيل انام الساعه 9 الصبح الى عادي لانك ما تنام الساعه 10 الليل انا طبيعي انا معك بس انه يعني برمضان الناس ليه ينامون 9 الصبح؟ ما حد ينام 9 الصبح الا انت يمكن لا كل الناس اكثر اغلب الناس تنام من الليل برمضان؟ لا بكره نشوفكم ان شاء الله اذا الله حيانا اغلب الناس متى تنامون؟ بعد صلاه الفجر انت وش مشكلتك مع النوم؟ انت تدري وش مشكلتك؟ نومك هو نوم رجال غيرك اذا نام لا نوم تجيب له البيت النوم للدلباج والديخ ومدري وش ورع لها نامات برقاق لا تكفى لا هذا انت كذا كل ما شفت واحد نايم قلت لان النوم مو شبع ما حد يشبع يا اخي يا اخي لا انت لحالك اللي تشبع بالنوم بس عين بطالات نومه شلافيه طيب واللي ينام لك من بعد البث في الساعه 2 ولا يقوم الا الظهر طبيعي مو الظهر قد تقوم الظهر شوف لا اله الا الله هم يجيني الشبع يجيني توكل عشان قل لا اله الا الله متى انت السلام ورحمه الله يا ساتر يا ساتر ايش فيك هذا ابد مو بحسين ابد نهائي انا اشوف الشباب اللي بخيت اللي ورا تخفف بيده ورجل مشي واضحه كيف مشي عطى المشي كذا انت وراك يعني نظام مزبن ولا ايش شنو مزبن ما ادري
انت ما تخدم احد الا بمقابل. اديتهم مقابل ايش؟ ما في شيء ببلاش. علمني. لا لا. ما اقدر ينام قاعد يفكر فيها هذا يتحداني كذا تعال يلا اطلع ما في مشكله اربيع تعال محمد في نخ بجلة اللي يجي بدري يبي يلقى ريوق فطور يلا شو اللي تاخذه نخ بجلة ريوق خو بجلة ايش تبي تقول اخو بجلة نخي وبجلة ايه نسمي احنا نخي بجلة مو انت يا رجل انت يا رجل انت ما تاكل الا شوف الاسلوب هذا ما تتكلم ما تاكل الا بصل كلنا ناكل بصل الله يسلمك كلنا ناكل بصل كبر جنوب كل البصل على الاقل ما هو في عافيه انا قاعد ما طلع لك حديدات الا هو قول صح لكن صدق صدق ناخذه اصبر شوي وين اليوم متى وانا اصبر؟ انا بالعيش تقبرون ابد احنا بس ما كليت لي ثلاث ايام طيب لا تتكلم مع الناس بهالاسلوب خاوك يا اخي خاوك لازم احترام الموضوع فيك ونسيت اي والله طيب اسمع ايوه غريبه يا اخي قاعد تشوف انت تميس كامل ولا قطعت منه لا عجيبه لا انا اشك صراحه لا ما رحم قدام عينك تميس وتخليه كامل دايري يوصل لازم يوصل نص دايره يا رب لك الحمد كل يعني هذا إشارة أنك تبي التميسة كل أبيه السلام عليكم سلام كيف حال الشباب يلو أخباركم صباح الفل والكادي يا معذب فؤادي صبح صبح يا رب واو كيف حالك؟ بخير الله يطولك كيف انت عساكم طيبين؟ كيف صباحاتك؟ اليوم مطبخنا غير مع اجمل ناس واجمل مبدعين الحين اول ما ينشف راح يروح كل السب مع الشيف لا تخاف ابو عناد نصبح يا هلا يا هلا نصبح على متابعينا الكرام في انحاء الوطن العربي اليوم المطبخ شيء مختلف شيء واو شيء مختلف واللي اجمل من ذلك وجود الشيف ابو عناد ابو بصلة وجود الشباب اخوي انس اخوي سالم ايش ايش يقول راسم لك قلب ابو بصلة بالله ممكن بصلة شوف قلب بصلة تقول بصلة مشطوفة صراحة مخرجنا يا ريت البصلة تجمل كل شيء شوفوا لك ابو عناد ترى من السبب البصلة والله جيبها جيبها ابو عناد يعني انا مقدم جيبها جيبها انا مقدم على لا يا قلبي بلا مقدم بلا غيره والله والله يا حبيبي
انت ما شفت الصاره هناك، بحطها هنا ما شفت الصاره هناك انت، خذها على طول الكوب ماي. وين جماعه الماي ما يصير حاجه الصاره هناك كان العلم رب البيت شنو بنات كان يعني سويت انه لا ما يصير كذا جبت متاخر فوق البدايه خالي ايش تبي خالي ابو عناس اسلم يا ولد لا انزل لا تطيح سربالك والله اللي داير هذا رد يا ولد والله يزعل والله عطني عرض عطني عرض عشان وجهك جاي باس في الملامح صرت كأنك خالك بدون ملامح انا قلت الله اتدري ملامحي من راحت دراجات ابو عناد عندك دراجات ايه عندك دراجات اوف هاي ابو عناد سرقها عندك دراجات دراجات ايش يا رب انا الجوائي حار هنا عشان الكمادات ملي قط ظروف الحياة بلا صاير صاير انت تظروف الحياة ما سرقت وسكت تصبر شوي جايك كنت بقول لك الصدق الصدق طويل عمر سامة ترى محمد دعير ايوه يعطيك القهوه ايوه عشان ايوه تعطيه ايوه دراجات دراجات ايوه ما عندي دراجات احنا الحين يا عبد الله قاعدين من الصباح نرتب الامور عبد الله خماش الامور وانت كلكم تبغون دراجات يا عبد الله عبد الله ركز بالله ايش قاعد تسوي كماده خماش على به اذا تبي قهوه ما شاء الله اشتري كماده الحلو اوه هذه هي نسيت انا شي هذه هي الكماد يلا يلا فطرنا وين نفطر يلا فطرنا سيف يلا نروح مجلس الشباب لا لا بلمشب بلمشب انا شايف مجلس الشباب يا توكلنا على الله تعال تعال يبي فطور يجي فطورنا تبي قهوه جيب كاكاو احب اللي يقول امسك خذ شيل ود جيب صيغه الامر تميز تميز يعطيك قهوه عشان تعطي درجات الزمن ما هم حصل مني شيء الا بالذمه نعم هو عارف نعم شلون عارف بنت شلون عارف اطيح راسك اطيح انت ما شفت سوى فيني عشان القهوه ايش من اول اليوم وهو ماخذني بستم فوق تحت يا صعبه غسيل بستم فوق لا تحت لا 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 انت ترى هذا استاذي ما يسويها لا من ما يسويها صح هو استاذي سوى فيني قبل شوي عشان خاطر الفنجان هذا ما يسويها يعني صار عليك انت قلت من جوا ابو عناد بس ابو عناد ولد عم اسمع عناد خل ولد عمك يعني تقول الحين عشان خاطر الفنجان يعني الفنجان له خاطر قول شلون الفنجان له خاطر شلون الحين يا طويل العمر والسلامة ايوه شلون اي شيء اي تجزؤ في هذا الكون اي جزء له خاطر صارت العرب من اول يسمون الفنجان له خاطر وش خاطر الفنجان بس مو هذا الفنجان وش هذا هذه قهوة مخلوطة هذاك الفنجان اللي على قولتهم تروح رقابة عشان هو ما قالك فنجان وقالك فنجان 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 ايش معناته هذاك فنجان هذا فنجان ايش معناته بعدين كان يفرق يعني ايش معناته على الطاري يا شباب انا بقول خليه يعطينا قول شلون شلون حقت هذا شلون قول شلون 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 الفنجان لا خاطر خاطره في المشروب اللي انت تحطه فيه ايه طيب ايش المشروب اللي حطه في الفنجان هو حاط لي ايش سويت لي انت اسوي حالي معك عشان اعطيه جو عرف وش المشروب هذا اللي اعطيتني اياه يعني كسرت خاطره ما تعرف اسمه شفت كسرت خاطره شيء ما تعرف اسمه لا انا ادري ان سبانش حار بس انا قاعده عشان ابين للناس اني انا ما اعرف وانت تعرف لا سبانش حار انا ما اعرف فيه سبانش يعني إيه انت قاعد تقول لي يا ابو عناد جربنا قبل بالبرمجان والحين وصلنا لمرحله القهوه عشان الحين خلاص هو اذا طلع اذا انت حشكته في زاويه يطلع يقول طيب ليه قلت خاطر فنجان الحين تخيل يقول لا هذا شوف يقول سبانيش وما اعترف فيه انه سبانيش يعني عرفت يعني انا حطيتك على حدين انحشرتني الاسبانيش يبقى له كذا وكذا لا يعني فاهم الحاره معكم يا شباب لا لا ما خمس دقائق ما جيت لا لا يا وراك حنا وراك صارت لعبتك واضح وراك تعال شمراني الحقنا خالد خالد تعال تعال الفطور تعال خالد تعال في فطور في حاجات حلوه يلا شوف ابو عناد بدون ما ادري قرعت من اليوم طالعه ابو عناد نفطرهم كلهم إيه؟ وانا مقهويك إيه؟ ولا لي شيء يا ابو عناد لك شيء شوف ابو عناد تفضل ها ابو عناد تعال كذا ما جاك شيء ابو عناد تعال ابو اخي شو يا زينك
من طالع على اسمك ابو عناد احسبني قلت تعال احسب لك ما بتجي يعني عناد وكذا اقول امشي مش خلنا نفطر امشي السالفه بطاوله كيف يا استاذ حلوه حمد دعيرم ما شاء الله تبارك الله اتحداك يعني تحشره